كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني. انتوا فين؟ محدش بيسأل عليا ليه كده؟ زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. ايه هو كل حاجة؟ مغي مريب. ايه انتوا نسيتوا بيبيشكيب؟ اقص عليكو، ده انا بيبي بيبيشكيب الجميلة اللي دايما بتقول لكم حاجات تبسطكم، ولا ايه؟ انت ساكت ايه؟ ايه اتكلم، ايه خاص الكتم؟ اهلا بحضرتك يا استاذ مهدي. اهلا اهلا بيك ونورتوني، اهلا وسهلا. احنا على المستوى الشخصي مبسوطين ان احنا موجودين مع حضرتك. ده انا اللي مبسوط اكتر والله. احنا ممكن نتكلم الحوار بتاعنا يدور في صوت الشخصيات. اسالهم لو موافقين. ماشي شمال، شوف اسال مين؟ الشخصيات اللي عايزهم تشغلهم معاك، بس اجرهم غالي. ده كل فنان شوف بقى بياخد كام. يعني مثلا توفيق الدين كان ياخد مننا كام؟ انا مش توفيق الدين بقى، مش فاضي دلوقتي. هو عادل ادهم بقى، عادل ادهم. اجره غالي شويه، بياخد 100 جنيه في الفيلم. شوف بقى الفيلم مين. عايزين بقى نعرف حضرتك كنت فين الفترة اللي فاتت بصوت ايه؟ عادل ادهم. يعني بصراحه انا موجود، بس عايز اقول لكم حاجه. انتوا اللي فين؟ مش انا اللي فين؟ معلش. هو جاوبت على السؤال بسؤال، لاني انا موجود، لكن للاسف مفيش حد عايز يقدم حاجات مختلفه عن اللي بيتقدم كل سنه. فبصراحه انا موجود وتحت امر جمهوري، بس انتوا عارفين الفترة اللي فاتت دي كانت مآسي غريبة جدا. نخش في كورونا، على حروب، على إرهاب، على حاجات مش تمام. فأنا ما أعرفش أشتغل في الدوشة، أما الدنيا عتيدة ويبقى جو رايق أشتغل على طول، وأنزل تاني في السينما والبرامج وأخلي عليها وطيها. أنا مش إنسان، انا عزيز. طبعا حضرتك عارفين ان حضرتك مهندس زراعي، ازاي دخلت من الهندسه الزراعيه للتمثيل او للضوء والشغل؟ هو نفس الموضوع. تمثيل حصلت ازاي؟ ما هي نفس الحكايه. التمثيل والزراعه واحد. ازاي؟ مش النبات فيه تمثيل ضوئي؟ تمثيل لا احنا اتعلمناها. ايه العلاقه بقى؟ ده غير التمثيل الغذائي، يعني موضوع مليان. لا هو جو كليه زراعه كان بيخلي الواحد، تعرف زراعة عين شمس بالذات كلها قاعد في قصر محمد علي، الجنينة بتاعته فكلها جناين وهدوء ومع نفسنا. ما فيش كليات جنبينا، احنا كلية لوحدها 12 قسم مع بعضينا مقفول في سور القصر. بنقعد من الصبح بالليل، وتستنى بقى لما بتعمل التجربة بتاعتك في المعمل، تستنى نتيجتها، فبتضطر تقعد لغاية 8 بالليل، وقت فراغ كبير قوي انت فاضي فيه من اول بتحضر التجربه بتاع في المعمل. انا كنت قسم مايكروبيولوجي، فتحط بقى في بقى بيتري وما اعرفش التجربه الميكروبات والحاجات وتجهزها، تستنى اما تنمو، فتقعد مثلا ايه 4 ساعات. هتعمل ايه في ال4 ساعات دول؟ تعمل فيهم ايه؟ فنعمل انشطه بقى، اللي يعمل انشطه رياضيه، اللي يعمل انشطه تمثيليه غنائيه. فده كان مجال مفتوح لنا لكده يعني. وبعدين بتلاقي نفسك ليك جمهور بقى، لان عددنا معروف، عارفين بعض كلنا، مفيش كليات تانية، كليه واحده، فاصبح ليك جمهور، فتبقى انت نجم بقى وسط الكليه وبتاع. جو حلو يعني، كليه جميله. عايزين ماجد القنعي الممثل يقول لجمهور الاهلي حاجه بس بصوت عمرو اديب. رساله لكت لكت ليه؟ عايز يعني عايز يعني يعني عايز تحرجني، عايز تحرجني، عايز تحرجني يا كده. تسال مصمم مصمم تحرجني؟ لا يا ساتر. يعني هو الاهلي ده تطلعني في كل حته؟ الاهلي تطلعني في كل حته يعني؟ حرام حرام يا جماعه، حرام. الاهلي بطل القاره. يعني بطل يزيدني الفني الفني هي كيتس تالت العالم، لازم ابقى قمار تالت العالم. يزيدني الفني تالت العالم، تالت العالم، فوق راسي فوق راسي فوق راسي الاهلي، فوق راسي.
واحنا يا عم احنا هنبقى ليه هنشيل لكم الميداليه بايدنا. ليه استاذ عمرو بتقللوا من حاجات الاهلي زي كده؟ انتوا ما وصلتوش كاس عالم اصلا. مش بيقل ولا حاجه، مش بنقل ولا حاجه، لا بتقللوا بس عندك ماشي. بس هقول لك حاجه، حاجه بسيطه بسيطه جدا جدا جدا. يعني انت النهارده الاهلي لعب النادي السعودي وغلبه، فرحنا له يا جماعه، فرحنا له يا جماعه، وصلنا له، جميل جميل. يجي الماتش اللي بعده يتغلب، خلاص مش هيلعب على التاني، مش هيلعب على التاني، خلاص فقد الامل. احنا فرحنا، قصدي يعني خلاص زاح همه وزاح، وانت يطلع رابع. ما هنش عليك، هو بره عنكم خالص، انت مش ما هنش عليك، كمل فرحتنا، نحس ان احنا بنقدم برضه. اخد ثالث، هناخد زيزو كمان. الجمهور، الجمهور بتاع الاهلي ده، جمهور الاهلي يا جماعه، جمهور الاهلي يا جماعه، جمهور دعوته مستجابه، هو ممكن بتتحقق على طول. وخد ثالث، هي كتس، هي كتس. عايزين زيزو كمان مع الدول، مع الثالث. خدوا خدوا النادي نفسه، خدوا الزمالك. احنا نلعب في الحاره، نلعب كوره شراب، نلعب كوره شراب، خلاص خدوا النادي كله. احنا عايزين في التوب وعايزين زيزو بس. يعني اذا نشوف يا اخي، نشوف البجاح، النادي الاهلي مبني في الزمالك اصلا، يعني حتى الاهلي مبني في الزمالك. يعني انتوا عايزين نعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ ليه؟ ليه؟ طبعا انت كان تجربه الشهير طبعا عمرو. الموضوع ده مش صعب عليك يا فنان؟ يعني موضوع التنقل ده مش صعب على الفنان نفسه؟ هو كان صعب في بدايتي اول ما بدات، يعني دلوقتي ما انت النقل ده مش صعب، بس هو ممكن ساعات عشان الجو برد والجو يعني الحنجره ممكن اجهد شويه. لك الله يخليك، لكن ما يبقاش ان انا جايبش انك تجيب الشخصيه، ما بقاش صعب بقى الا لو بجيب شخصيه جديده. الاحترافيه وصلتك لمرحله من الانسيابيه في الشغل؟ اه، كنت الاول اعمل حفله اطلع عندي وجع جامد جدا في حنجرتي وتعب رهيب. الحفله بقى غير هنا، بتقف على الستيج بترص بقى بتاع 30 فنان ورا بيكلموا بعض على طول من غير فاصل، فبتبقى اجهاد رهيب. بس ده مره بقى الحنجره والحاجات دي الحمد لله. طبعا يا فنان انت مشهور بالستاند كوميدي، المواقف دي ستاند اب كوميدي. اه مفيش موقف كده تحكي لنا كان لطيف في تراك كوميدي كده طلعت كده؟ اه انا فاكر مره كنت فرح، وبعدين بسلم بقى في اخر الفرح، بسلم على العروسه والعريس زي اي فقره فنان بيطلع مطرب او شو كوميدي. فرحت لغايه الكوشه وطلعت وسلمت وبتاع مبروك يا جماعه، بعد ما خلصت الشو يعني وماشي، وانا ماشي مدي ظهري للكوشه، الضحك في الصاله، ناس عمال يضحكوا يضحكوا يضحكوا. طلع ده انتوا ما ضحكتوش كده وانا على المسرح، مش بالدرجه دي. قلت يمكن حد مركب لي ديل ولا حاجه. ابص مفيش حاجه، ببص ورايا الاقي العروسه والعريس والكوشه كلها واقعه في الارض. اتضح انها شبكت في بنطلوني اللي بيبقى فيه قماش كده، فسحبت البتاع اتجرجرت فكانت على شعره، فالكوشه وقعت. يعني قلبت الفرح على اصحابي. بس هم ضحكوا يعني، هم عيفوا بيضحكوا. وفي موقف تاني برضو، كنت في فرح والعريس بيرقص مع العروسه، فجاه واحده دخلت ست بنت كده وقامت داخله وقامت واخده عريس، قالت لها العروسه ممكن ارقص معاه؟ قالت لها ماشي، فرقصت ورقصت ورقصت وضربها بالقلم. يبقى الاكس بتاعته ده قبل ما اطلع انا، قبل ما اطلع الشو بتاعي. اتضح ايه بقى؟ ام العروسه بقى جايبها من شعرها، هاتوها، ما اعرفش لا يمكن. وخدوها بسرعه وخبوها في مكتب بتاع عشان ما تتضربش. ممكن نجيب الحوار اللي قالته ام العروسه بس بطريقه ماري منيب. اه هي فين؟ انا هقول لك مريم بقى بعدين موقف، هقول لك حته اصبر بس. فقامت خبوها بسرعه، دي حكايتها. طلع حكايتها ايه؟ كان وعدها بالجواز في اليوم ده في الخطوب يخطبها، فجالها تليفون زي بتوع زمان من زوزو ماضي. الو، على فكره شوف، روحي شوفي جوزك فين النهارده، جوزك هانم بيتجوز النهارده في فندق كذا كذا، روحي شوفي الفضيحه، حاجه كده جوزو ماضي كلمتها. فقامت رايحه وقفشته وهو بيتجوز، كان وعدها في الليله دي رايح يخطبها. بس قامت لطشه القلم. المهم جيت انا داخل بقى اعمل الشو بتاعي، الدنيا هديت وكل قاعد. صدفت ان كنت عامل شو اسمه فرح امينه رزق يوسف وهبي، وفي معازيم، فكل الناس رايحين لامينه رزق بقى اللي هو ايه، اللي رايح لامينه رزق رايح يوسف وهبي بيشتكوا. انت يعني سميحه ايوب، انت كنت وعدني بالجواز، اتجوزت عليا، ما اعرفش اسمه عماد حمدي، يا مينا انت برضه تتجوزي عليا بدالي، حاجات كده.
فالمهم جيت اقلب ميمي شكيب وماري منيب. ماري منيب بقى جاي يقلدها ويتزعق لمين؟ امير رزق اسمه ايه يوسف وهبي. جرى ايه بقى انت رايح تتجوز وسايب عيالك؟ انا امهم مدوبهم اتنين. تقوم بقى ام العروسه الحقيقيه اللي قاعده تحت، ايوه اديله يستاهل المزواج. دي ام العروسه انشو بقى حقيقي بقى في الصاله. وتقوم رد بقى ام العريس، اخلصي يا ابني احسن واحد في الدنيا. اقول لها جدعه انا الاخر مكلمه بصوت مين مشكي. بقى الشو بقى سيمفونيه بيني وبين الجمهور يضحك. ام العروسه في حته تشتم في العريس، وام العريس تشتم في العروسه على الطريق الشو بتاعي بقى. يعني انا بقول كلمه يوم هم مكررينها، ايوه اديله. وكان مسخره فرح، كان حكايه. هم عارفين نفسهم ويشوفوا الحاجات. بالنسبه للفنانه ماري منيب، طبعا من اجمد المشاهد ابن حميده. مش فاكر مشهد ليها في الحنفي. لا دي سعاد احمد. لا سعاد احمد لا يا حضافي. عايزين مشهد ليها في فيلم رصاص لكن رصاص. ايوه انا عارفاكي انت يا نسناسة. انت عايز تخطبني؟ كانت صوتها بقى ابتدى يدخل شويه. حضرتك طبعا بتجيب اصوات ذكوريه كتير، ممكن نجيب حاتم ذو الفقار؟ هو كان بتجيبه او عماد حمدي. عماد حمدي ممكن. قصدك سعد ذو الفقار؟ سعد ذو الفقار. ايوه تفضل. انا بصراحه انا قلت لناديه، قلت لها يا ناديه حرام كده، حرام عليكي، سيبي بنت تختار الراجل اللي يريحها، حرام تخنويه. يعني طريقه كلام فيها. شكرا لحضرتك، احنا كنا سعداء، احنا كنا موجودين مع حضرتك، وبنتمنى لك مستقبل فني باهر وحافل بالاعمال اللي طبعا ترجع الجمهور ل العظمه والثقه للفني اللي كانت بتعيشه مع حضرتك في البرامج وفي الستاند اب بتاع حضرتك. ميرسي، شكرا ليك جدا كده. متابعينا الكرام.